أصدرت شركة فاير آي المتخصصة في حلول الأمن الرقمي تقرير الهجمات الإلكترونية المتقدمة لمنطقة الشرق الأوسط. هذا التقرير يحتوي الكثير من المعلومات المثيرة للاهتمام، ومنها أن دول مثل الصين وإيران تقف خلف بعض الهجمات التجسس الإلكتروني على دول المنطقة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا المدير الإقليمي لشركة فاير آي في المنطقة محمد أبو خاطر. أهلا أستاذ محمد، خبرنا قليلا عن هذا التقرير، ما الذي يحتويه من ربما نتائج تهم المنطقة؟ نعم، شكرا. التقرير كان تركيزه على الهجمات الإلكترونية في المنطقة بأشكالها المختلفة، وأهم جانب ركز عليه هو جانبين. واحد هو الاتجاه لهذه الهجمات من مصدرها، والجانب الآخر من هي أكثر القطاعات المستهدفة لهذه الهجمات الإلكترونية. وقد اكتشفنا فيها بعض النتائج الخطيرة والحساسة، وقارنا فيها النتائج بين 2015 و2016. خبرنا شوي، ما يعني أكثر أنواع الهجمات انتشاراً بالمنطقة وأكثر الجهات المستهدفة؟ نعم، في التقرير الذي قدمته شركة مانديات، وهي شركة متخصصة من فاير آي في عملية الاستجابة للطوارئ ضد الهجمات الإلكترونية المتقدمة، اكتشفنا أن هناك توجه كبير لاستهداف الشركات المختصة في الشراء عن طريق الإنترنت، سواء عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق الكمبيوتر المحمول الشخصي. استخدمها هؤلاء القراصنة في استخدام هذه الشبكات المعاملات المالية لغسيل الأموال، واحد منها، وتستخدم أيضا في عملية سرقة الأموال المتبقية في حسابات هذه الأشخاص. هذا أحد الأشياء التي اكتشفناها. وفي شريحة كبيرة من القطاع الذي درسناه اكتشفنا أن أهم القطاعات المستهدفة في المنطقة هي قطاع الحكومي، قطاع الطاقة، قطاع التكنولوجيا، وقطاع المالي. وفي نسبة في بعض الحسابات التي طلعنا عليها اكتشفنا أن 19% من الشريحة التي طلعنا عليها في المملكة العربية السعودية، 19% من هذه الشريحة استهدفت على أقل مرة واحدة في خلال السنة، وفي دولة الإمارات 14%، وفي دولة قطر ما يقارب 11% كنسبة. طيب، دعنا نتحدث بالتفصيل عن موضوع الهجمات التجسس الإلكتروني، وهناك إشارة واضحة في التقرير إلى وقوف دول مثل الصين وإيران خلف هذه الهجمات. نعم، الصين أحد البلدان المعروفة في التاريخ بتخصصها في الهجمات الإلكترونية، ونعرف عن بعض الاتفاقيات الدولية التي تحد من هجمات الصين، ولكن هذا لم يردعها بما فيه كفاية. في التقرير وضحنا بشكل مخصص عن القراصنة الذين يستخدمون الصين كموقع لهم لهذه الهجمات، وكانت كل اختصاصهم في قطاعات معينة. أهمها كان قطاع الحكومة، يليه قطاع الطاقة، ثم قطاع التكنولوجيا لسرقة الحماية الفكرية. ماذا عن إيران أيضا؟ نعم، في بعض الحالات التي اكتشفناها أن هناك بعض القراصنة يقفون خلف خطوط دولة أو إيران لاستخدامها كهجمات ضد المنطقة بشكل عام، وكان أكثر البلدان المستهدف في منطقة الخليج هي السعودية ودولة الإمارات وعمان، وهذا ذكر بوضوح تام في التقرير عن تفاصيل هذا الموضوع. وكان يهتم أكثر شيء موضوع سرقة المعلومات وطريقة تحرك حركات الطيران في قسم الطيران، كمان في قسم الطاقة، أو يسميه هو بالكنترول سيستم أو قطاعات التحكم بالأنظمة في المصانع. هذه بعض الأماكن التي كانت مستهدفة من قبل الصين وإيران. نعم، طيب، برأيك يعني دعنا نختم بربما رؤية مستقبلية للأمن الرقمي، كيف سيكون مستقبل الأمن الرقمي، لا سيما في ظل حديث ربما عن توظيف الذكاء الصناعي في حماية المؤسسات وربما حتى الأفراد؟
بالحقيقة التطور في موضوع الحماية الأمنية أو حماية الشبكات الأمنية ضد القراصنة هو موضوع لا متناهي، وهو ليس له نهاية، أو نقول أن هناك مثال واضح 100% لردع هذه الهجمات، لأن المهاجمين هم أشخاص في طور متقدم دائما لابتداع آخر الطرق والسبل لاختراق هذه الجهات أو حسب أهمية هذه الجهات المستهدفة. أعطيك مثال فقط قبل ما نتوجه لبعض النصائح. في الفترة الأخيرة ظهر في حسب التقرير الذي قدمناه ما يعرف بالرانسوموير. الرانسوموير هو عبارة عن برنامج بسيط جدا ينزل على أجهزة سواء الأفراد أو الشركات، يقوم باستحواذ على كافة المعلومات في هذه المؤسسة أو هذه الهيئة أو الأفراد، وبعدها يطلب من هذا الشخص مقابل مادة مالية أو مبلغ مالي لفك هذه الهيئة، وللأسف نسبة كبيرة في المنطقة العربية تقوم بالدفع والحصول عليها ولكن لا تحصل على كامل هذه. لو نيجي على نأتي إلى النقطة اللي أنت حضرتك تفضلت فيها، ماذا علينا أن نفعل بهذا؟ هناك عدة نصائح. على مستوى الأفراد، أولا يجب عليهم دائما أن يتأكدوا بإنزال أحدث التطبيقات على أجهزتهم سواء من ما يسمى بالأنتي فيروس، دائما يقومون بآخر التحديثات من المزود لبرامج اللي عندهم سواء تطبيقات مايكروسوفت، تطبيقات أدوبي، دائما هذه الأشياء التي تتناول مع الإنترنت. رقم ثلاث على مستوى الأفراد، نصيحة لهم دائما بأخذ نسخة احتياطية من برامجهم أو من معلوماتهم المهمة في مكان معزول عن الإنترنت. هذا بالنسبة للأفراد. بالنسبة للشركات طبعا حيكون التوجه مختلف، دائما يجب أن يبحثوا عن الحلول المتكاملة التي تقوم بما حضرتك فضلت فيها موضوع التفكير الاصطناعي أو اللي نسميه إحنا Adaptive Response، يجب أن يكون متجاوب مع متغيرات التي تحصل في هذه الشبكة. وبعض هذه الحلول ممكن أن تكون تتكون من ثلاث خلينا نحكي ثلاث مكونات أساسية. أحدها هو أن يكون هناك منظومة متكاملة للتحمل أو التجاوب مع هذه الهجمة التي تحصل بهذه الشبكة. ركينة ثانية أو نقطة ثانية مهمة جدا هي موضوع تعيين أو تطوير العقل البشري في هذه المنظومة. يجب أن اختيار الكفاءات الكبيرة والمهمة لكيفية التعامل مع هذه الهجمة. رقم ثلاثة وهو هذا كان أهم شيء أو خلينا نحكي هو ما كان يحصل في السابق فقط، وهو استقطاب آخر الأجهزة المتخصصة في الحماية الإلكترونية، لكن التوجه يجب دمج هذه الثلاث حلول مع بعض سواء من المنظومة سواء من الأجهزة أو من العقل الأشخاص المتدربين عليها في منظومة كاملة لردع هذه الهجمات في أسرع وقت ممكن لحماية الشبكة. شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة. هذا كل شيء من أسبوع جايتكس للتقنية، وعودة إلى استوديوهاتنا في أبوظبي.